العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه فرض على كل مكلف عنا به قدرا من علم الدين، الذي هو الفرض العيني. الفرض العيني هذا الذي قال عنه الرسول إنه فرض على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا القدر من العلم يقال له أيضا علم الحال. ما معنى أو لماذا سمي بعلم الحال؟ لأن الإنسان المكلف يحتاجه في الحال، يحتاجه في الحال. إذن اسم علم الدين الضروري، اسم الفرض العيني، واسم علم الحال. هذا القدر من العلم واجب فرض لازم على كل مكلف أن يحصله. فمن لم يحصل هذا العلم يكون فاسقا آثما من أهل الكبائر، عرض نفسه لسخط الله. من لم يحصل هذا القدر يكون عرض نفسه لعقوبة الله. أما ما زاد عن هذا القدر فلا يكون من فروض العين. ما زاد عن هذا القدر منه من فروض العين، يعني ليس فرضا على كل مسلم بعينه أن يصير فقيها. لا، مش فرض عين على كل مسلم يصير عالم، لا، ولا متبحر ولا متمكن في الأدلة والردود والمناظرات، لا، إنما ذاك من فروض الكفاية. هذا القدر الزائد
اللي حكينا عنه من فروض الكفاية. شو يعني من فروض الكفاية؟ يعني إذا قام به بعض أهل البلد سقط الحرج عن البقية، واضح؟ ثم هذا القدر الأول، القسم الأول الذي هو الفرض العيني من علم الدين، هذا الإنسان إذا كان عنده استعداد للفهم، كان ذكيا، كان عنده قبول، إقبال، ميل للاستماع، قد ينهيه في أسبوع، قد ينهيه في أسبوع، قد ينهيه في 4 أيام على حسب قوة فهمه وعلى حسب نشاطه في الاستماع والحضور. ويمكن بعض الناس في شهر لا ينهي، يمكن بعض الناس في شهر لا ينهي. لكن من لم ينهي هذا القدر، من لم يحصل هذا القدر من علم الدين اللي هو الفرض العيني، علم الدين الضروري، علم الحال، يكون فاسقا فلا يكون تقيا ولا يصير صالحا ما دام كذلك. مهما أتعب نفسه بالإكثار من السنن والنوافل والأوراد والأذكار لا يصير تقيا، لأنه في أصل، في أصل أساس اللي هو علم الدين الضروري. هذا الذي قال عنه الرسول إنه فرض، قال يجب، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا العلم ليس هو علم الهندسة أو الطب، لا، أو الفيزياء أو الكيمياء، ها؟ إنما الذي قصده الرسول هو ما شرحناه. لماذا؟ لأن هذا القدر هو الذي يحتاجه المسلم لأمر دينه وآخرته، وهذا سهل لكل أحد أن يتعلمه، سهل. اللي بيعرف يكتب ويقرأ، اللي ما بيعرف يكتب ولا يقرأ، اللي فايت عن مدرسة، اللي فايت عن الابتدائي، اللي طالع من الجامعة، المرأة في أرضها في الفلاحة، المزارع، ها؟ العامل، المدير، الإنسان الموظف، الجندي، كل شرائح المجتمع سهل يتعلموا الفرض العيني. وديننا يسر، وشو الأصل؟ أن يسمعوا ذلك فيفهموا. ديننا يسر الحمد لله، شو الأصل؟ أن يسمعوا فيفهموا. واضح الكلام؟ هذا سهل. أما هل كل واحد بيقدر يكون طبيب؟ لا. هل كل واحد بيقدر يكون مهندس؟ لا. هل كل واحد بيقدر يكون خبير أسلحة ودبابات وملالات وبواخر؟ لا. هل كل واحد بيقدر يكون مهندس زراعة؟ لا. إذن شو هو اللي فرض على كل مكلف؟ علم الدين الضروري، علم الدين الضروري. أما هذه العلوم الأخرى، يعني مثلا ما يحتاجه المسلمون في وقت الضرورة مثل الأمثلة اللي أعطيناها، هذه اسمها من فروض الكفاية. يعني إذا في بالبلد مثلا عالم، في مفتي، في فقيه، في مناظر، في طبيب، ها؟ كل ما يحتاجه المسلمون وقت الضرورة، بيكون حصل الفرض الكفائي. لأنه في ناس من المسلمين، في عدد من المسلمين حصلوا هالقدر، هالأمور حصلوها، الأشياء اللي بيحتاجوها وقت الضرورة صار موجود من يقوم بها. هل الباقيين اللي منهم دكاترة من المسلمين بيكون عليهم معصية؟ لا. هل الباقيين من المسلمين إذا كانوا منهم مهندسين بيكون عليهم معصية؟ لا. أما شو هو إذا واحد منهم تركوا بيكون عليه معصية؟ الفرض العيني، علم الدين الضروري. إذا عرفنا أي علم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، المرأة الفلاحة سهل أن تتعلم هذا، وأستاذ الجامعة سهل أن يتعلم هذا. فديننا كما قلنا الحمد لله يسر، يوجد في النساء فقيهات وعالمات، يوجد في النساء كان مفتيات،
يوجد في النساء من تحفظ القرآن، بل يوجد في النساء من تحفظ الكتب السبعة مع القرآن. الكتب السبعة تحفظ القرآن وتحفظ صحيح البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، ابن ماجه، وموطأ الإمام مالك. هذه الكتب السبعة كتب في الحديث. يوجد في النساء من تحفظ كل هذا. مرة اجتمعنا برجل من بلاد موريتانيا، أخبرنا عن أمه، عن أمه أنها تحفظ كل هذا الذي ذكرناه. وهذا الآن في عصرنا، امرأة في وقتنا الآن تحفظ هذه الأشياء التي ذكرناها، القرآن تحفظه عن ظهر قلب. إذن ديننا يسر. في السلف، أيام السلف، كان يوجد هذا بين النساء أكثر، عالمات إلى حد كبير، فقيهات، مفتيات إلى حد بعيد. وحتى وجد في السلف من كان عمره 5 سنوات وحفظ القرآن عن ظهر قلب. فديننا يسر والحمد لله. إذن الفرض العيني هذا القدر من لم يحصله يكون آثما فاسقا، عرض نفسه لعقوبة الله، عرض نفسه لعقوبة الله. ومن هذا العلم، يعني من الفرض العيني، معرفة الصفات 13، صفات الله 13، هذه فرض على كل مكلف أن يعرفها، أن يعتقدها. شو الفرض؟ أن يفهم، أن يعتقد المعنى. هل فرض على كل مكلف أن يحفظ ألفاظها عن ظهر قلب؟ لا. شوفوا ما أحلى الدين، يسر. هل واجب، هل فرض على كل مكلف أن يحفظ الألفاظ عن ظهر قلب؟ لا. شو هو الفرض؟ أن يعتقد المعنى حتى لا يقع فيما يخالف ذلك، حتى لا يقع فيما يكذب العقيدة، فيما يكذب الإسلام، لأجل أن لا يقع في ذلك. إذن انتبهوا، الصفات 13 من صفات الله، هذا فرض على كل مكلف أن يعرفها، الرجال والنساء، الرجال والنساء. قلنا اللي بيكتبوا بيقرأوا، واللي ما بيكتبوا ولا بيقرأوا، هذا فرض. فمن لم يحصل ذلك يكون آثما مرتكبا للكبيرة. ونحن اليوم في هذا المجلس سنذكر هذه الصفات 13، ونذكر شرحها باختصار حتى اللي بعد ما سمعتها يكون سمعتها وتعتقد المعنى. تعتقد شو المعنى؟ لأننا كما قلنا لا يجب وجوبا عينيا على كل مكلف أن يحفظ ألفاظها عن ظهر قلب، إنما الفرض شو هو؟ أن يعتقد معناها، أن يفهم معناها. إذن من مسائل العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا. شو يعني الواجبة له؟ الثابتة له، لأن كل صفة من هذه الصفات من جحدها أو أنكرها أو شك فيها لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. وهي الصفات 13 التي لطالما تكرر ذكرها في مصنفات العلماء، مصنفات يعني مؤلفات العلماء، ولما تكرر ذكرها في القرآن والحديث والنصوص كثيرا قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا، وجوبا عينيا على كل مكلف. والواجب في هذه المسألة معرفة معناها، اعتقاد يعني معناها، لا أن تحفظ عين الألفاظ. وهذا شيء سهل، وهذا شيء سهل، أي اعتقاد المعنى. فهذا فرض على كل مكلف. مين من العلماء؟ حتى إذا حدا جاهل أو معاند قالكم، من قال إن هذا فرض؟ من قال إن هذا واجب؟
بتقولوا له ممن ذكر ذلك أبو حنيفة الذي هو من أئمة السلف وممن بعده السنوسي، كذلك محمد الفضالي الشافعي وعبد المجيد الشرنوبي المالكي، كذلك جمال الدين الخوارزمي ومحيي الدين النووي في كتابه المقاصد، ومفتي لبنان الأسبق الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي العناية، وكثير من العلماء. هذا العدد الذي ذكرناه كافي. والصفات الثلاث عشرة الواجبة له سبحانه إجماعا هي الوجود. الآن بدأنا بذكر الصفات، حنحكي عن الصفات 13 باختصار، نشرح معناها باختصار. الوجود، فالله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم، يستحيل عليه العدم، لأن الله لو كان معدوما لما وجد العالم، لأن العالم من أوجده؟ إذن وجود العالم دليل على وجود الله. شفتوا كيف؟ وجود العالم دليل على وجود الله سبحانه. أليس قال العلماء الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب؟ فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العالم دليل على وجود الله، بل قال بعض العلماء سمي العالم عالما لأنه علم، يعني دليل، علم يعني علامة، يعني دليل على وجود الله سبحانه. إذن لأن الله سبحانه وتعالى موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، فإذا ربنا وجوده أزلي، وجوده أزلي. شو يعني وجوده أزلي؟ يعني ليس له بداية، لأنه اللي له بداية من حيث العقل تجوز عليه النهاية، الذي له بداية من حيث العقل تجوز عليه النهاية، والله أزلي أبدي، فليس له بداية ولا تجوز عليه النهاية، ولا تجوز عليه النهاية. ربنا سبحانه ماذا قال في القرآن الكريم؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. شو يعني؟ ما معنى هذه الآية؟ أي لا شك في وجود الله، أي لا شك في وجود الله، بل من شك في صفة من هذه الصفات الثلاث عشرة هو كافر بالإجماع. ها؟ اللي بشك بوجود الله، هل الله موجود أم لا؟ أو يشك في قدرة الله، هل الله على كل شيء قدير أم لا؟ هذا كافر بالإجماع. الذي يشك في المشيئة، هل كل ما دخل في الكون والعالم بمشيئة الله أم لا؟ هذا كافر بالإجماع. الذي يشك في علم الله، هل الله عالم بكل شيء أم لا؟ هذا كافر بالإجماع. طيب هون عندنا فائدة، سؤال، مين من العلماء نقل الإجماع، نقل الإجماع، مش عم نقول كافر بالإجماع، من العلماء نقل الإجماع على كفر من أنكر هذه الصفات أو واحدة منها؟ ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري نقل الإجماع، احفظوا الاسم مختصر، ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. إذن الله موجود بلا بداية، باق بلا نهاية، ولا شك في وجوده، لأن وجود الله أزلي أبدي، أي لا شك في وجوده سبحانه، ووجوده تعالى أزلي يعني ما له بداية، أبدي يعني ليس له
نهاية. فوجوده سبحانه ليس كوجودنا نحن، وجودنا حادث، وجودنا نحن شو؟ حادث. شو يعني حادث؟ يعني مخلوق. نحن وكل هذا العالم ألسنا وجدنا بعد عدم؟ بلى، مش كنا معدومين بعدين صرنا موجودين؟ إذن وجودنا حادث، وجودنا له بداية، أما وجود الله ليس كذلك. وجود الله ليس كوجودنا، نحن وجودنا له بداية، وجودنا حادث، أما الله فوجوده ليس كوجود العالم، ليس كوجود المخلوقات، لأنه أزلي أبدي. إذن وجود الله ليس كوجودنا الحادث، فوجودنا بإيجاد الله لنا. نحن من الذي أوجدنا؟ هو الذي أوجدنا سبحانه. أليس قال في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين؟ يعني خالق ومالك العالمين. من خالق ومالك العالمين؟ الله. وانتبهوا عشان تحذروا أولادكم وتحذروا غيركم، بعض الكفار يلقون الشبهات، بيصير بيزتوا بين الناس عبارات كفرية ليشككوهم بالإسلام، ليشككوهم في الإسلام، بيزتون عبارات كفرية، بيقولولهم من خلق الله؟ هذا كفر صريح. هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ كفر صريح، الذي يقول من خلق الله جعل الله مثلنا مخلوق، جعل الله له بداية، جعل الله محتاجا، جعل الله عاجزا، جعل الله ضعيفا، جعل الله متغيرا، فهذا ما بيكون مسلم، هذا كافر. فماذا يقال له؟ وجود الله أزلي أبدي، يعني ما له موجد، ليس له موجد أوجده، نحن لنا موجد أوجدنا وهو الله. وأما الله فوجوده ذاتي، الله وجوده ذاتي. شو يعني وجوده ذاتي؟ يعني ليس غيره أوجده. واضح؟ مش قلنا هذا العالم دليل على وجود الله؟ هذا العالم دليل على وجود الله، فلو كان ربنا مخلوق مثلنا ما استطاع أن يوجد العالم، ما استطاع أن يوجد العالم، لأن العاجز لا يخلق، والمخلوق لا يخلق، والذي له بداية لا يخلق. طيب العالم موجود أو منه موجود؟ فموجده لا يشبهه، وليس له بداية، وليس له موجد، ولا يتغير، وليس عاجزا، وليس محتاجا، وليس مخلوقا. فهمناها؟ هذا معنى وجوده ليس كوجودنا. وجودنا حادث، وجودنا بإيجاد الله. وأما وجود الله فذاتي، أي ليس غيره أوجده، ولا يقال أوجد نفسه بنفسه، هذه كفرية ثانية. واضح؟ الكفرية الأولى اللي بزدتوها المعطلة، مين المعطلة؟ الذين ينكرون وجود الله لعنة الله عليهم، يقولون لا إله، والحياة والماء والحياة مادة على زعمهم، يقولون لا إله، يقولون ما في إله، ما في خالق. هؤلاء يلقون هذه الشبهات للناس ليوقعونهم في الكفر، في الضلال. فإذا مطلوب نتعلم هالأجوبة المختصرة والسريعة اللي بتخرسهم وبترد عليهم، وبيصيروا هن العاجزين عن الكلام، مش نحن العاجزين قدامهم. واضح الكلام؟ فإذا الكفرية الأولى قولهم من خلق الله، وردينا عليها وقلنا هذا كله باختصار. الكفرية الثانية شو بيقولوا عزعمهم؟ هو أوجد نفسه بنفسه، وهذا شو اسمه؟ جمع بين نقيضين، هذا كلام متناقض. لما يقولوا هو أوجد نفسه، يعني كان موجود قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض. مش عزعمن عم بيقولوا أوجد نفسه بنفسه، يعني كان معدوما، هذه معنى أوجد نفسه يعني كان معدوم.
طيب كيف كان معدوم على زعمكم وهو اللي أوجد نفسه؟ وهذه كفرية ثانية بقلب الكفرية، لأنه قولهم أوجد نفسه بنفسه يعني كان معدوم، وقولهم هذا يعني أنه كان قبل نفسه ليوجد نفسه. لاحظت التناقض، وهذا كفر على كفر، هذا كفر على كفر. إذا شو الجواب السريع والمختصر؟ الله أزلي أبدي، وجوده ذاتي ليس كوجودنا. لو كان كما يقولون لكان العالم معدوما، لكان العالم معدوما. والعالم العالم الآن موجود أم معدوم؟ فموجده لا يشبهه. شفتوا كيف؟ العالم الآن موجود أم معدوم؟ فموجده لا يشبهه. هكذا يرد عليهم. الوحدانية، إذا شرحنا عن صفة الوجود باختصار، الآن نتكلم عن صفة الوحدانية، أي أن الله واحد لا شريك له، أي أن الله تعالى واحد لا شريك له، فهو تعالى واحد في ذاته وصفاته وفعله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل هو الله أحد. لما بنقول الله واحد هذا ليس من طريق العدد، لما بنقول الله واحد هذا ليس من طريق العدد. إذن شو يعني الله واحد؟ بمعنى الذي لا شريك له. مستحيل يكون لله شريك، لأنه لو كان له شريك إما أن يكونوا متفقين أو مختلفين، وإذا كانوا متفقين هذا دليل العجز، أنه كل واحد بحاجة للثاني، وهذا لا يجوز على الإله، العاجز لا يكون إلها. وإما أنه يكونوا مختلفين، وإذا كانوا مختلفين وأراد أحدهما حياة زيد والآخر أراد موته في نفس هذه اللحظة، وهذا لا يحصل، يكون زيد ميت وعايش بلحظة واحدة، هذا مستحيل. فإنه يتنفذ مراد اثنيناتهم في زيد في هذه اللحظة فيكون ميت وعايش بلحظة واحدة، لا يحصل. شو اللي حيحصل؟ إما أن يتنفذ مراد أحدهما والآخر يكون عاجز. إذا تنفذ مراد أحدهما شو بيكون الثاني؟ عاجز. وأن يتنفذ مرادهما مستحيل. إذن العاجز لا يكون إلها، لأن الذي لم تتنفذ مشيئته ولم يحصل ما يريد عاجز ضعيف مخلوق. واضح الكلام؟ يعني يكونوا متفقين مستحيل، لأنه اللي بحاجة للتاني ما بيكون إله، المحتاج لا يكون إلها، وتتنفذ إرادتهم بوقت واحد مستحيل. فمن تخلفت مشيئته فهو العاجز، ومن حصل له في كل هذا الكون والعالم ما يريد وما شاءه هو الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. يعني مستحيل يكون في لله شريك، مستحيل يكون مع الله شريك، لأنه كان هذا الكون والعالم، نظام هذا العالم كان خربا، كان تدمر هذا العالم. إذن هذا العالم ونظامه البديع يدل على وجود إله واحد، لأنه لو كانوا اثنين على قول المشركين، واحد أراد اليوم شتاء والثاني أراده صحوا، واحد أراد أن تكون الشمس بارزة بازغة والثاني أراد غيما، واحد أراد صيفا الآن والثاني أراد شتاء الآن، واحد أراد موت زيد الآن والثاني أراد حياته، شو كان حصل بالكون والعالم؟ إذن هذا مستحيل على الله تعالى، يعني مستحيل أن يكون معه شريك. فهذا العالم ووجود نظام هذا الكون البديع يدل على وجود الإله الواحد الذي لا شريك له.
إذا لما نقول الله واحد بمعنى الذي ولا يقال، انتبهوا، ولا يقال الله واحد بمعنى العدد، لا، لأن العدد يزيد وينقص. أنا بقول 1 2 3 4 5 6 7 8، واضح؟ طيب الواحد ربع، نصف، سدس، ثمن، تسع. إذا الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، وهذا مستحيل على الله. إذا شو بيقول أبو حنيفة رضي الله عنه؟ والله واحد لا من طريق العدد، والله واحد ولكن بمعنى الذي لا شريك له. شفنا هذا معنى، هذا معنى الله واحد. فبدكم تنتبهوا من عمل بعض الختياريين وبعض السمانة، بياخذ الليرات بيقعد بده يعدهم، بيقول واحد الله واحد. ليش عم بتقول بهذا الموضع؟ ما انت عم تحكي عن العدد، عرفتوا؟ بتكون قاعدة كنشنت على الليرات وطلعتهم، قاعدة عم بتعدهم، تقول واحد الله واحد. أعوذ بالله العظيم، الله واحد بمعنى الذي لا شريك له، ليس بمعنى العدد، لأن الواحد بمعنى العدد يقبل الزيادة والنقصان. فلماذا قرن أو قرنت هذا بهذا؟ واضح؟ هذا لا نفعله لأجل أن لا يتوهم الجاهل أن الله واحد بمعنى العدد. هذه بدكم تنبهوا عليها. قال المؤلف: القيام بالنفس، أي أنه تعالى مستغن عن كل ما سواه، يعني الله لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء ولا إلى مكان، لا إلى جنة ولا إلى نار ولا إلى الفضاء ولا إلى أي مكان ولا إلى أي شيء ولا إلى الملك ولا إلى الأنبياء. من الذي أوجد العالم؟ فهو غني عنهم، وكل ما سواه محتاج إليه. فالعالم بما فيه، العالم بما فيه لا يستغني عن الله طرفة عين. قال عز وجل: الله الصمد، أي الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. الله الصمد أي من له السيادة الشاملة على الكون والعالم، يعني الله لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد، يفعل ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله الصمد أي من له السيادة الشاملة على كل الكون، أي لا يحتاج إلى أحد. ماذا قال ربنا في القرآن؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عن العالمين. وليس معنى القيام بالنفس الوقوف، لأن الله منزه عن القيام والقعود، منزه عن القيام والقعود وعن الجلوس وعن الاتكاء والقرفصاء والاستلقاء والانبطاح. كل هذا مستحيل على الله، كل هذا مستحيل. طيب لما نقول القيام بالنفس مش يعني واقف، لا، القيام بالنفس يعني لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. القدم بكسر القاف، القدم مش القدم، انتبهوا. القدم أي الأزلية. شو يعني القدم؟ الأزلية يعني ما له بداية، يعني ليس له بداية، أي أن الله لا ابتداء لوجوده، فيستحيل عليه تعالى الحدوث. شو يعني الحدوث؟ الوجود بعد العدم. ما نحن قلنا وجودنا حادث، وجدنا بعد عدم، هذا على الله محال، هذا على الله مستحيل. قال تعالى: هو الأول، يعني الأزلي، هو الأول يعني هو الأزلي، يعني ليس له بداية. البقاء، البقاء أي أن الله تعالى لا نهاية لوجوده، لا يفنى ولا يبيد،
ولا يهلك ولا يزول ولا يتغير فيستحيل عليه الفناء، فيستحيل عليه الفناء. قال الله تعالى: والآخر هو الأول والآخر. الآية في سورة الحديد. والرسول ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. القدرة وهي صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، يؤثر الله بها في الممكنات، فيستحيل عليه تعالى العجز. العجز دليل الضعف، والضعف على الله محال. واضح؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكان الله على كل شيء مقتدرا. آيات كثيرة، والله على كل شيء قدير، آيات كثيرة. والذي يشك في قدرة الله بعض السفهاء ماذا يقول؟ ربك ما بيقدر علي، هذا كافر، بيتخانق مع ابنه، بيتخانق مع واحد بالطريق، أو بتتخانق مع جارتها أو مع بنتها، تقول لها ربك ما بيقدر علي، أنت بدك تقدر علي؟ هذه كافرة، هذه كافرة، ليست مسلمة، ليست مؤمنة، نسبت العجز إلى الله، هذه ليست مسلمة، عليها أن ترجع إلى الإسلام بالشهادتين. الإرادة أي المشيئة، الإرادة المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، فيستحيل حصول شيء بخلاف مشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. أول شيء خلينا نفهم شو يعني الممكن العقلي. الممكن العقلي يعني ما يجوز وجوده وعدمه، مثل هذا العالم، مش نحن كنا معدومين صرنا موجودين، ويجوز في العقل أن نعدم، ما هيك؟ هذا اسمه ممكن عقلي، ويقال له جائز عقلي، ويقال له جائز عقلي. إذن هذا العالم وما فيه من الممكنات العقلية، الله بمشيئته يخصص الممكنات العقلية بصفة دون أخرى. أيام ثمود وعاد كان بعض الناس فيهم طول الطويل منهم 100 ذراع، من خصصهم بهذا الطول؟ بمشيئته الأزلية خصصهم بذلك. طيب، إلى الآن من تلك الأيام، من زمن آدم وقوم ثمود وعاد إلى الآن، صار طول البشر على ما نحن عليه الآن. هلا بنشوف واحد طوله 2 متر نتعجب نستغرب، ها؟ مع أنه 2 متر بالنسبة لقوم ثمود وعاد يعني كلا شيء إن صح التعبير يعني. طيب، من الذي خصصنا بمشيئته الأزلية الأبدية بأن نكون نحن في هذا الزمان ومش في زمن ثمود وعاد، وأن نكون بهذا الطول بدل أن نكون على ما كان عليه الطويل في زمن ثمود وعاد، وبهذه الصفات بدل أن نكون بصفات أهل السودان وجنوب أفريقيا؟ من الذي بمشيئته خصصنا بهذا؟ هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. من الذي خصصنا بمشيئته أن نمشي على أقدامنا بدل أن نمشي على بطوننا كالحيات؟ الله سبحانه. مش ربنا هو الذي خصص الحية أن تمشي على بطنها؟ لو خصصنا بمشيئته أن نمشي على بطوننا كالحية لمشينا، لكن بمشيئته خصصنا أن نمشي على أقدامنا.
من الذي خصصنا بأن نكون بهذا الحجم بدل حجم حبات العنب؟ لو أن الله بمشيئته خصصنا أن نكون بقدر حبات العنب، بحجم حبات العنب لكنا، لأن النملة أصغر من العنب، النملة أصغر. من خصصها بأن تكون على هذا الحجم؟ الله. ومن خصص الفيل بأن يكون على ما هو عليه من الحجم؟ هذا معنى المشيئة. إذن شو معنى المشيئة؟ تخصير الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. واضح؟ فكل ما دخل في الكون والعالم بمشيئة الله، كل ما حصل في العالم بمشيئة الله، وكل ما سيحصل وكل ما سيدخل في الكون والعالم بمشيئة الله. فالذي يكذب بمشيئة الله ليس من المسلمين. بعض الكفرة بيقولوا عن واحد انتحر، بيقولوا إيه هذا مش بمشيئة الله، هو قتل حاله، هؤلاء كفار لأنهم جعلوا لله شركاء. ومثل هذا محمد راتب النابلسي اللي بيطلع بالفضائيات، عندنا فيديو بصوته يقول الشر ليس له خالق، معناته الله له شركاء، معناته الله عاجز دخل في ملكه ما لم يشأه. عرفت كيف؟ وهذا تكذيب للدين، جعل لله شركاء لا يحصون. هيك بيقول الشر لا يحتاج إلى خالق، يعني ليس له خالق على زعمه. والله ماذا يقول؟ من الشر ما خلق، من الشر ما خلق. هذا القرآن، قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله؟ آيات كثيرة. فالذي يقول إن ذرة تتحرك في الكون والعالم بغير مشيئة الله فهو كافر، لأنه جعل الله عاجزا مغلوبا ضعيفا مقهورا. السمع، الله تعالى يسمع كل المسموعات بدون أذن ولا صماخ ولا عظم ولا خرق ولا آلة أخرى، فيستحيل عليه الصمم. مستحيل يكون الصمم، لأن الصمم صفة مدح أم نقص، والنقص على الله محال. قال تعالى وهو السميع. إذا انتبهوا، سمع الله ليس كسمعنا، نحن سمعنا يقوى يضعف يذهب، سمعنا له بداية له نهاية، سمعنا بآلة سمعنا بجارحة، وهذا كله مستحيل على الله. لو كان سمع الله كسمعنا لكان ذلك أن الله مخلوق، وحاشا لله، الخالق لا يشبه المخلوق. البصر، فالله تعالى يرى جميع المرئيات المبصرات، يرى جميع المرئيات جميع المبصرات بدون حدقة ولا شحم ولا شعاع ولا آلة أخرى، فيستحيل عليه العمى. قال تعالى وهو السميع البصير. البصير. أما الذي يعتقد أن الله يرى بآلة، يرى بجارحة، يرى بعضو، يرى بشحم، يرى بجسم، هذا ليس من المسلمين، لأنه جعل الله مخلوقا. الكلام، أي أن الله متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. اسمعوا انتبهوا منيح. وأما ما نجده في القرآن من ألفاظ عربية إنما هي عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، وليس عين الصفة الثابتة لله. الله ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما. إذا بدنا ننتبه لما عم نقول الله كلامه أزلي أبدي بلا حرف ولا صوت ولا لغة ولا فم ولا لسان ولا أسنان ولا افتكاك أجرام ولا انتلال هواء ولا مخارج حروف، ليس مبتدأ وليس مختتما،
ليس باللغة العربية ولا السريانية ولا العبرية ولا بغير ذلك من اللغات، لا يشبه كلام المخلوقين. إذا إجا واحد قال لي بعد كل هالكلام اللي عم بتقولوه وعم بتقولوا كلام الله منه حرف ولا صوت ولا لغة، شو معنى إنه المصحف القرآن باللغة العربية؟ شو الجواب؟ اسمعوا، هذا اللفظ المنزل منه هو حقيقة عين كلام الله الذاتي، هو دليل عبارة بالدل على كلام الله الذاتي يلي منه حرف ولا صوت ولا لغة. لاحظوا هلا، انتبهوا معي شو مكتوب هون، بدي كلكم تنتبهوا لتحفظوا الجواب وتفهموه بسهولة. شو مكتوب هون؟ عدوا لي الأحرف، الألف لام لام و. طيب اسمعوا، لما اجي اسألكم انا ما هذا، شو بتقولوا لي؟ الله. هل معنى هذا ان ذات الله الازلي الابدي المعبود هو هذه الحروف؟ لا، معناته هذا الاسم المبارك بدل على الذات المقدس اللي ما بيشبهنا وموجود بنا مكان. وضحت؟ وهكذا القرآن اللفظ المنزل بدل على كلام الله الأزلي. فهمناها؟ حنرجع نعيد. أليس الله واحد لا شريك له؟ لو واحد هلا كتب لفظ الجلالة الله بمئة لغة، بمئة لغة على الحيطان، هل هذه اللغات ولفظ الجلالة المكتوب بمئة لغة هل يدل على تعدد الذات؟ هل بدل انه في مئة اله يعني؟ لا. هل يدل على تعدد الذات؟ الذات واحد. وهذا اللفظ، هذا الاسم المبارك المكتوب بعدة لغات يدل على ذات واحد أزلي أبدي، مع أنه هذا الحرف الألف مخلوق أم لا؟ واللغة العربية وغيرها لمئة لغة مخلوقين أم لا؟ كذلك الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء بعدة لغات ليست هي عين كلام الله الذاتي، بل هي دليل يدل عليه، دليل يدل على الكلام الذاتي يلي منه حرف ولا صوت ولا لغة. فهمناها؟ خلينا نعطي مثال ثاني. اليوم نحن قاعدين هلا بهالقاعة، لو جبنا هلا قلم عريض كبير او جبنا جذع شجرة عاملينه فحم كبير وكتبنا هون بالعرض وبالطول البحر، هون نحن بهالقاعة بنقرأ؟ بنقرأ شيء؟ هيدي الحروف البحر هل هي عين البحر؟ إنما اسم بدل على ذات البحر. اللفظ المنزل في الكتب السماوية على الأنبياء بدل على كلام الله يلي ما بيشبه كلام المخلوقين. شفناها؟ مثال آخر بأرضية القاعة هيدي، شو محطوط؟ سجاد. لو كتبنا مش البحر النار، من أول القاعة لآخرها على السجاد النار، السجاد بيحترق؟ لأنه الحروف النار من هي عين ذات حقيقة النار، هو اسم يدل على النار. الألفاظ المنزلة في الكتب السماوية على الأنبياء بتدل على كلام الله الذاتي الأزلي اللي ما بيشبه كلام المخلوقين، ومنه حرف ولا صوت ولا لغة، بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا انفلال هواء ولا مخارج حروف، لا مبتدأ ولا مختتم، وليس ككلام العالمين. فهمناها؟ إذن الألفاظ المنزلة شو؟ دليل، عبارة عن كلام الله، مثل مثال النار والبحر ولفظ الجلالة. هون مكتوب الله، الألف واللام واللام والهاء، هذا ليس هو عين ذات الله، بل هذا الاسم يدل على الذات المقدس لما بيشبهنا. كمان اللفظ المنزل في الكتب السماوية بدل على كلام الله الذاتي، ومنه هو عين كلام الله الذاتي. فهمناها؟ فاللي بيعتقد أن الله له فم أو يتكلم بحرف وصوت
أو بلغة أو مبتدأ أو مختتم، هذا منه مسلم، لأنه جعل الله مثلنا، شبه الله بخلقه. وضحت الحياة؟ فالله تعالى حي يستحيل عليه الموت، وحياته ليست بروح ولا دم ولا عصب ولا عروق ولا غذاء ولا جسد ولا طعام ولا شراب ولا تنفس. حياته صفة له أزلية أبدية، ليست كحياة الأحياء. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. العلم، أي أن الله عالم بكل شيء، وعلم الله تعالى واحد شامل لكل الأشياء. فالله تعالى عالم بكل شيء، فهو تعالى يعلم الممكن ممكنا، والمستحيل مستحيلا، والواجب واجبا، فيستحيل عليه تعالى الجهل، يستحيل عليه الجهل. قال عز من قائل: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وعلمه تعالى أزلي أبدي، لا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد ولا يتغير. فمن نسب لله الجهل فهو كافر، شؤنا بالأول بالإجماع، بالإجماع واضح. فاللي بيقول لصاحبه، بتقول لبنتها، بتقول لأمها: ضيعتي هذه الشغلة، الله ما بقى يعرف وينية، هذه كافرة منا مسلمة. بعض السفهاء ينسبون الجهل إلى الله. لو قال لك أنا ما بعتقد، بس كلمة قلتها، هذا استخفاف بالله، هذا استهزاء، هذا تشبيه لله بخلقه، واستخفاف برب العالمين، واستهزاء به، وتكذيب للقرآن وللأنبياء وللإسلام. المخالفة للحوادث، أي أن الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا بأي وجه من الوجوه، ولا بأي صفة من الصفات. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن هذه عقيدة كل المسلمين في كل الدنيا، في كل الأرض. فمن خالف في شيء مما ذكرنا في أمر الصفات الثلاث عشرة، فأنكر واحدة منها أو شك، فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. ومن نقل الإجماع على ذلك ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.